Risala ila ummi عزيزتي أمي تحيا طيبة وبعد أنا استيقظ في الساعة السابعة صباحا أنزل وأتناول الفطور في الساعة الثامنة صباحا أذهب إلى محاضراتي في الساعة الثامنة والربع لأنها يبدأ في الساعة الثامنة ونصف. أنا لا أحب فصل الكيمياء بسبب هو صعب جدا. بعد ذلك أتناول الغداء في الساعة 1:30 بعد الظهر. أذهب إلى المكتبة في الساعة 5 بعد الظهر وأعود إلى البيت في الساعة 7 بعد الظهر. أنا ألعب كرة السلة مع أصدقائي في الساعة 7:30 مساء وآكل العشاء في الساعة 8:30 مساء. أذهب إلى النوم في الساعة 11 مساء. في الشتاء الماضي عملت في مطعم إيطالي وسافرت إلى بلد مصر الصيف الماضي. أنا وأصدقائي شاهدنا مباريات كرة القدم. أكلت في مطعم إسباني. ما فعلت امتحان اللغة العربية وكنت طالب جيد جدا قبل عصر الربيع. ستخرج من الجامعة في سنتين إن شاء الله وسوف أسافر إلى فرنسا الصيف المقبل. لن أسافر هذا الشتاء وسأذهب إلى عمتي في فلوريدا وسأذهب إلى السينما مع أصدقائي. ابنك العزيز عمر داود.